صباحكم ورد وفل وياسمين. منذ أسابيع قليلة كنت أقرأ نصاً باللغة العربية. استوقفني أن الكاتبة استخدمت كلمة منذ، وبعدها بعدة جمل استخدمت كلمة مذ. تساءلت يا ترى هل هناك فرق بين الكلمتين من حيث المعنى؟ فطبعاً ذهبت إلى خالتي جوجل وفتشت هل هناك فارق في المعنى؟ فوجدت صفحات وصفحات وصفحات تشرح لي الفرق بالمعنى بين منذ ومذ. قلت والله لم أفهم شيئاً من كل هذا، فلأسأل أستاذين من أساتذتنا في جامعة زايد. سألت دكتور ماجد حرب ودكتور صلاح دراوشة، أرسلت لهما إيميل، ما الفرق بين الكلمتين؟ فأجاباني بأن لا فرق بينهما والله أعلم. ضحكت من قلبي، وذكرني هذا بقضايا اللغة العربية التي وقعت في غرامها منذ 30 سنة. هل وجدتم قط من وقع في غرام مشكلة؟ على فكرة، الوقوع في غرام مشكلة يعد مبدأً أساسياً من التفكير الذي هو قائم على التصميم أو design thinking. المشكلة التي وقعت في غرامها هي كيف نحدث تعليم اللغة العربية وتعلمها؟ كيف أستطيع أن أجعل الناس كلهم وطلابي تحديداً أن يروا اللغة العربية لغة سهلة ومتاحة وبسيطة وممكنة ويستطيعون جميعاً أن يتمكنوا منها؟ كيف أستطيع أن أجنب أبنائي مثلاً أن يقولوا لي ماما What are you tutbukhing؟ كيف أستطيع أن أعلم طلابي حلاوة الاشتقاق في اللغة العربية وسهولة الاشتقاق في اللغة العربية، وكيف أنهم من 3 حروف وحسب، صاد، دال، قاف مثلاً، يستطيعون أن يولدوا الصديق والصداقة والصدوق والصديق، وكيف يستطيعون أن يميزوا بين كلمتي الحياء والخجل وقبلة وقبلة، وكيف يستطيعون أن يفرقوا في المعنى بين قدر وقدر وقدر وقدرة ومقدرة. الآن من يقع في غرام مشكلة عليه لزاماً أن يجد حلولاً لها. سولومون آسك هو عالم نفسي شهير، قام بتجربة في مختبره. كان معه 4 أشخاص يعملون لديه في المختبر، فاتفقوا معاً على أنهم سوف ينظروا إلى صورة معينة، صورة سيارة لونها أخضر غامق، ولكن اتفقوا معاً أنهم سيقولون بأن لونها أسود. وأحضروا شخصاً مسكيناً لا يعرف شيئاً عن الموضوع وضموه إليهم وبدأوا بالسؤال ما لون هذه السيارة؟ طبعاً بدأ بالأربعة الذين يعملون معه. الأول قال لونها أسود، الثاني قال لونها أسود، الثالث قال لونها أسود، الرابع قال لونها أسود، الخامس المسكين الذي لا يعرف شيئاً عن الموضوع قال عندما سألوه أسود، مع أنه يعرف بشكل قاطع بأن لونها أخضر غامق. وهذه هي فكرة تفكير القطيع، أو عندما نكرر شيئاً ما مراراً وتكراراً أيصبح حقيقة؟ من هنا أنا أسأل، هل لو كررنا مراراً وتكراراً اللغة العربية سهلة، اللغة العربية سهلة، اللغة العربية سهلة ومتاحة وممكنة وبسيطة وكلنا نستطيع أن نتمكن منها، أيصبح ذلك حقيقة؟ ثانياً، نحن نتعلم ممن نحب.
عندما نحب شيئاً صعب أن نهمله، وصعب ألا نتقنه، وصعب ألا نمتلك الحافز وتلك النار التي تدفعنا كي نتقن ما نحب. لذلك أقول للجميع: فتشوا عن أناس تحبونهم وتعلموا منهم العربية. ثالثاً، العالم إدوارد سابير يقول: هناك لغات خمس حملت إرث الحضارة الإنسانية كاملاً. هذه اللغات هي الصينية القديمة والسنسكريتية واللغة العربية واليونانية واللاتينية. والشيخ محمد بن راشد دائماً ما نسمعه يتكلم عن استئناف الحضارة العربية، وهو مدرك تماماً بأن استئناف الحضارة العربية لا يكون إلا بلغة عربية، ولكن عصرية وحداثية ورقيقة ورشيقة وأنيقة ومتاحة، تحمل العلوم كما تحمل الأدب، وتحمل الذكاء الاصطناعي كما تحمل الشعر. فهل يا ترى في مستقبل قريب ما سنبدأ بالتفكير بأن نتخلى عن قاعدة العدد مثلاً؟ هل سنتخلى يوماً ما لأجل أن نسهل التمكين من اللغة عن صيغة المثنى؟ هل سنغير كان وأخواتها من أفعال ماضية ناقصة لنجعلها أفعال ماضية كاملة دون أن نوجع رأسنا بخبر واسم ومنصوب ومرفوع، وبعدها يأتي فاعل وربما حال؟ ولكن أؤكد لكم، سنبقي على صيغة المؤنث وسنبقي على نون النسوة. هل خطر ببالكم كم هي رائعة اللغة العربية لأنها قد تكون أكثر لغات العالم تسامحاً؟ اللغة العربية لسان، وكل من تكلم العربية فهو عربي، هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام خطير جداً وعصري جداً وحداثي جداً ومخيف لو فكرنا فيه. القضية تعني بأن العروبة أو أن نكون عرباً ليست مرتبطة لا بإثنية ولا بقومية ولا بعرق ولا بلون ولا بدين ولا بشكل ولا برقعة جغرافية، مرتبطة كلياً باللغة وبإتقاننا للغة. فأي كان أجاد هذه اللغة العربية فهو بالنتيجة عربي. اللغة العربية اليوم لكأنها تشبه أواني الكريستال التي نضعها في خزائن في بيوتنا لا يلمسها أحد ولا تخرج إلا للضيوف المهمين جداً جداً جداً، وفي يوم نقول إيش دعوة إن لم نستخدم هذه الأواني الآن فمتى؟ وإن لم نستخدم اللغة العربية الآن فمتى؟ اللغة العربية يا أعزائي وطن، شاءت أقداري أن أهاجر وأترك بلدي لبنان وأنا في 23 من عمري. عشت في أمريكا 15 سنة، تنقلت فيها من ولاية إلى ولاية ومن بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان، حرمت فيها رائحة المناقيش بزعتر الساخنة صباح كل يوم، حرمت فيها صوت فيروز تغني نسم علينا الهوى، حرمت فيها أحاديث أصدقاء العمر وشيئاً من اللغة العربية، حرمت فيها رائحة الهيل والزعفران وزهر الليمون. ولكن في كل ولاية ذهبت إليها وفي كل بيت وفي كل مكان
ظلت معي اللغة العربية حتى في حواري الداخلي مع نفسي، واكتشفت أن اللغة العربية وطن. شكراً.